السلام عليكم واهلا بيكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وقررت النهاردة اعمل لكم سلسلة حلقات مهمة جدا هنتكلم فيها عن اكتر المشاكل اللي بتقابلكم في التسمين، وجالي بصراحة عليها اسئلة كتير جدا جدا. والنهاردة كده عاوزاكم توقفوا الفيديو لحد لما تعملوا كوباية شاي كده وتيجوا تسمعوا الفيديو من اول كلمة لاخر كلمة. يا جماعة النهاردة هنتكلم عن اسماء ادوية مهمة جدا في دورة التسمين بتاعت حضراتكم ولازم تستخدموها، واحنا هنا بنتكلم مع اخواتنا المبتدئين، اخواتنا المتمرسين في المجال عارفين الكلام ده. ولكن انا النهاردة قررت اعمل لكم سلسلة حلقات هتفيدكم جدا جدا، لو تسمعوها وتطبقوها بجد هتبقوا محترفين يا جماعة في التسمين. طيب الأسئلة اللي جات لنا النهاردة أو في الفيديوهات اللي فاتت كلها كانت معظم الأسئلة المكررة، إيه هي أسباب فشل دورة التسمين ونقص الأوزان والإسهالات المتكررة وتوقيع العلف من العلافات على الأرض؟ ودول أنا بشوف إن هم أكتر ثلاث حاجات الناس بتعاني منها، الإسهالات الكتيرة، عدم الأوزان، نسبة النافق العالية، الكلام ده كله يا جماعة النهاردة هنتكلم عليه وأقول لكم على أسماء أدوية لازم تستخدموها على مدار دورة التسمين. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو فيه اي سؤال عند اي حد من حضراتكم اكتبوه في التعليقات، وباذن الله لو حابين نتكلم كمان في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات انتوا حابين نتكلم في ايه، وان شاء الله في كل حلقه هنتكلم على حاجه معينه تهم حضراتكم في دورات التسمين. طيب ما تنسوش كمان ان انتوا ترفعوا الفيديو بلايك يا جماعه، اللايك مش هيكلفكم اي حاجه حرفيا، ولكن بجد بيشجعني ان انا يعني انزل لكم حلقات مفيده يا جماعه. احنا بنتكلم هنا والهدف من انشاء القناه بتاعتي اصلا ان كل حد فيكم يبقى عنده مزرعه في بيته، وده كان سبب تسميتي للقناه بتاعتي مزرعتك في بيتك، تمام كده؟ طيب يبقى علشان نشتغل صح يا جماعة في حاجات كده لازم نعملها، ودي بتكون أساسية في دورة التسمين. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن بيجيلي أسئلة صعبة جدا جدا من حضراتكم. عندي أحد المتابعات بتقول لي والله يا سمر أنا جبت 150 كتكوت باقي عندي منهم 30 كتكوت، هما مش بقوا كتاكيت الوقت، هما بقوا في عمر 25 يوم، وتشوفيهم تقولي الكتكوت ما يتعداش 300-400 جرام. فده حاجة يا جماعة بتصعب عليا جدا، صعب جدا ان نشتري علف غالي، نشتري كتكوت غالي، نضيع صحتنا واعصابنا وحرق دمنا على حاجة واللي في النهاية بتطلع زيرو، يعني مش زيرو حتى ارباح، لا ده احنا حتى خسرنا، فاهمين قصدي؟ فعلشان يا جماعة نشتغل صح اسمعوا الكلام. انا والله العظيم الهدف من انشاء القناة بتاعتي اصلا ان كل حد فيكو بيشتغل في التسمين كهواية او التربية المنزلية، ممكن إن كمان ان هو لو عنده مكان صغير يعمل منه مشروع ويطلع انتاج حلو جدا ويطلع بالتالي ارباح. وكده كده احنا قاعدين في بيوتنا، فبدل ما نضيع وقتنا في الفاضي ممكن نستغله في حاجة مهمة جدا بدون ما نخرج من بيتنا. لو عندنا مكان وبنعرف نطلع تسمين كويس يبقى هنطلع ارباح كويسة ومرضية بإذن الله. طيب علشان ما اطولش عليكم ركزوا جدا في الفيديو ده يا جماعة، ولو لقيت من حضراتكم تشجيع على الفيديو ده هنكمل السلسلة دي بإذن الله لوجه الله تعالى. اللي عاوز يشتغل تسمين يا جماعة وعاوز يبقى محترف في التسمين يتابعنا، لان بجد ان شاء الله انا ناوية كده نية خير والنية لله ان لازم كل المتابعين اللي عندي يبقوا محترفين في التسمين يا جماعة. طيب تعالوا بينا بقى كده نبدأ نشوف ايه هو سبب المشاكل اللي بتقابلكم. المشكلة الاولى مفيش اوزان يا سمر. طيب مفيش اوزان ليه يا جماعة؟ قلة الاوزان بتيجي سببها اسباب كتير، يا اما الكتكوت اللي حضرتك بتشتغل بيه مش تمام مش مظبوط، او العلف اللي حضرتك بتشتغل بيه مش جيد، او اهمال من حضرتك وقلة خبرة في التسمين، او عدم ضبط الحرارة والتهوية والفرشة والكلام ده كله. طيب هنبدأ كده بواحدة واحدة يا جماعة. قلنا قبل كده لازم نجيب كتكوت يكون كويس مصدره كويس، مش مهم تمن الكتكوت قد ما مهم جدا جودة الكتكوت نفسه اللي حضرتك بتشتغل بيه. لو جبت كتكوت من مكان وما ظبطش معاك مرة وانت كنت شغال بما يرضي الله، يعني شغال صح برضو علشان ما نظلمش صاحب الكتكوت اللي حضرتك جايب منه، يبقى غير المكان خلاص كده. لو اشتغلت بعلف مش مظبوط وما اداش معاك وزن المرة دي ما تشتغلش به مرة تانية، لان في اعلاف كمان في السوق مضروبة ويعني فيها سموم عالية وفيها مشاكل كتير جدا احنا في غنى عنها. طيب الحاجة التانية والمهمة جدا يا جماعة،
يعني ما نأهملش في الحاجة اللي احنا بنعملها، بما اننا قررنا نشتغل يبقى نشتغل صح يا جماعة، مش نجيب الكتاكيت ونحط لها مية وعلف وعلى كده شكرا احنا عملنا اللي علينا، الكتاكيت تعبانة نسيبها، الفراخ مش مظبوطة نسيبها، الفرشة مش نظيفة نسيبها، التهوية متكتمين عليها برضو عادي احنا خايفين عليهم. يا جماعة التسمين مش كتكوت ومية وعلف خالص، لو هتشتغلوا بالطريقة دي يبقى ما تشتغلوش تسمين. ليه؟ لانكم هتخسروا بكل بساطة، وهترجعوا تقولوا التسمين مش بيكسب، التسمين الشغل فيه وحش. بص يا جماعة بما يرضي الله التسمين ممتاز جدا 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 فوق ما تتخيلوا للناس اللي بتعرف تشتغله، وبيدمر ناس كتير جدا الناس اللي هي مش بتعرف تشتغل تسمين يا جماعة. وبنرجع نقول التسمين وحش، لا احنا مشينا ورا فلان والتسمين مش صح، حضرتك اللي طريقتك مش صح. طيب علشان ما اطولش عليكم في الجزئية دي، تعالوا بينا نبدأ كده نمسكها حتة حتة ونفصصها، وبعدين النهاردة اقول لكم على اسماء ادوية لازم نديها للاسهالات، لازم يا جماعة لازم. طيب تعالوا بقى نتكلم من بداية استلام الكتكوت يا جماعة، وقلنا قبل كده كتير جدا لو الكتكوت مش مظبوط ومش تمام ما تستلموهوش يا جماعة، وترجعوا فورا او ما تستلموهوش خلاص. طيب الكتكوت المظبوط يا جماعة لازم تكون الحيوية بتاعته حلوة جدا، يكون منتشر كده في المكان، يكون حجمه كويس من 42 ل 43 جرام، ده الحجم المظبوط جدا للكتكوت لو هتستلم بالوزن طبعا. طيب سرة الكتكوت لازم ما يكونش فيها اي التهابات، ما يكونش فيها اي حاجة في بطن الكتكوت، رجل الكتكوت تكون تخينة، رجل الكتكوت تكون ما فيش فيها اي التهابات ولا اي حمار من عند المفصل، عين الكتكوت لازم تكون صحية ومصحصحة، وكتكوت فايق مش كتكوت ان هو نايم على نفسه ويقولك لا ده لسه خارج من البيضة، لا ده علشان بس ما نقول في الطريق، ما فيش الكلام ده يا جماعة، الكتكوت المظبوط بيبقى باين اصلا من شكله، الكتكوت اللي مش مظبوط ما تستلمهوش. خلاص كده. طيب تعالوا بقى بينا نبدأ من ساعة ما نبدأ ناخد الكتكوت، لازم نكون مجهزين المكان قبل يا جماعة، مش نجيب الكتكوت وبعدين نروح نحط الفرشة وبعدين نولع الحرارة والكلام ده كله، احنا بنكون مجهزين المكان وظبطين الحرارة بتاعتنا على 33 درجة استلام الكتكوت يا جماعة. طيب التهوية لازم تكون مظبوطة طبعا، قلنا قبل كده الناس اللي بتخاف من التهوية من اول يوم ممكن تهوي من تاني يوم يا جماعة، احنا هنا بنتكلم على حاجة اللي هي العادية جدا، يعني لو عندك اوضة تقدر تستقبل فيها 500 كتكوت طبعا على حسب المساحة يا جماعة، انا هنا بفرض مثل يعني. طيب بدون امكانيات، بدون شفاطات، بدون خلايا تبريد، بدون اي حاجة تماما. طيب خلاص كده استلمنا الكتكوت وحطينا محلول معالجة الجفاف 8 ساعات وخلاص، بعد كده ابتدينا ان احنا نحضن الكتكوت على مضاد حيوي تنفسي ومعوي، وقلنا على اسمائهم قبل كده اللي هو الكولستين والتيلوزين، وبعد كده حطينا فيتامينات والدنيا تمام ومشت معانا لحد اليوم العاشر، وهنا هنقف شوية، ومهم جدا ان احنا نقف يا جماعة عند اليوم العاشر، لان تحديدا ده اليوم اللي مفروض ندي فيه جرعة مهمة جدا وهي اساس الحلقة النهاردة، وهي جرعة الكوكسيديا والكوليستريديا. طيب الناس اللي بتقول احنا اصلا مش بنديها وبنشتغل كده بالبركة، طيب يا جماعة ما تبقوش ترجعوا بقى تزعلوا لما ما يطلعش عندكم وزن ويبقى عندكم نسبة نافق وعندكم الدنيا بايظة يعني بالمعنى الحرفي للكلمة، ما ترجعوش بقى تزعلوا، احنا هنا بنتكلم على الناس اللي هي عاوزة تشتغل صح وعاوزة يبقى عندها ربح كويس مرضي في نهاية الدورة. في اليوم العاشر يا جماعة لازم ندي جرعة كوكسيديا وكوليستريديا، طبعا الكوكسيديا والكوليستريديا اقول لكم على اعراضها، ولكن احنا هنا في اليوم العاشر بتكون لسه ما ظهرتش يا جماعه، احنا بندي علشان حتى لو جات بتبدا ان هي بتبقى خفيفه فما بتاثرش على صحه الكتكوت. طيب عاوز اقول لكم يا جماعه ان الكوكسيديا والكوليستريديا الاثنين دول حرفيا بنسميهم حراميه الاوزان. طيب نعمل ايه؟ بندي جرعه الكوكسيديا من اليوم العاشر بتبقى جرعة وقائية سواء موجود اسهالات او لا، احنا كده كده لازم نديها في اليوم العاشر، وده الميعاد الصحيح يا جماعة اللي مفروض ننزل فيه جرعة كوكسيديا وكوليستريديا. الناس بقى اللي بتديها في الـ14 والـ15 يا جماعة هي كده اوريدي بتكون ظهرت، ومهما تتحسن بتكون التحسن بتاعها ضعيف ومش مظبوط، اما الناس بقى اللي مش بتديها اصلا فدول بقى حكايتهم على الله. طيب ايه بقى العلاج المظبوط؟ ركزوا معايا علشان مش روح للدكتور تقول له انا عندي اسهالات وعاوز علاج فيروح هو مديلك اي حاجة كده وخلاص موجود عنده، لا انت لازم تبقى رايح عارف تطلب أدوية بالأسماء علشان تجيبها مرة واحدة وما بتكررهاش تاني يا جماعة، وبالتالي بتقللوا التكلفة على نفسكم وبتاخدوا أوزان كويسة جدا مرضية في نهاية الدورة. ورقة وقلم كده واكتبوا بقى معايا الأسماء اللي احنا هنقولها النهاردة دي واحفظوها عندكم على بقى مدار الدورة. طيب علاج الكوكسيديا يا جماعة بيكون أمبرول،
بنحط 1 جرام لكل لتر من المية، وطبعا بيكون حسب العدد اللي عندك، مع فيتامين كاف، وبننزل جرام برضو على اللتر المية من الفيتامين كاف. طيب ده علاج الكوكسيديا، بيكون قلنا امبرول وفيتامين كاف، الاتنين دول بتحطهم لما بتبدأ تلاقي عندك اسهالات بنية لو اتأخرت عن اليوم العاشر. لو انت حطيتها في اليوم العاشر هو ده اللي مفروض الميعاد الصح اللي مفروض بتحط فيها، علشان اصلا ما تبدأش تظهر عندك الاسهالات البنية. والاسهال البني يا جماعة عرض من اعراض الكوكسيديا. طيب تعالوا بقى كده نتكلم بسرعة على اعراض الكوكسيديا. تلاقي اسهالات بنيه بجميع درجاتها، بتلاقي كمان ريش الفراخ كده او الكتاكيت، تلاقي ريشته واقفه كده، بتلاقي الكتاكيت برضو مش بتسحب في العلف، بتلاقيها بتنكش كده في الارض وبتوقع العلف على الارض يا جماعه، وبتنكش في العلف ومش بتاكل، بتنكش في الارضيه كده ومش بتاكل، يعني سحبها قليل جدا، وبالتالي مش هيبقى عندك اوزان اصلا. وممكن لو الحاله اتطورت بتوصل معاك للكوليستريديا، ممكن تعدل كده، وبعد كده كمان ممكن تلاقي نسبه نافق عاليه جدا، بتلاقي الكتكوت بيبدا ان هو ينشف معاك، وبيحصل عندك نافق عالي جدا لو اهملت وما اديتش الجرعه في وقتها. يبقى امبرول على كل لتر من الميه 1 جرام، ومعاه فيتامين كاف يا جماعه، دول 8 ساعات، وبننزل قبلهم برضو دواء للكوليستريديا برضو 8 ساعات. والكوليستريديا بننزل لها حاجه من الثلاث حاجات اللي انا هقول عليهم دول، بننزل مثلا اموكسي او امسلين او فيلاجوموكس، الثلاثه دول بننزل اي حاجه فيهم جرام على اللتر الميه برضو 8 ساعات. الجرعه دي يا جماعه بتكون 3 ايام متواصله الاثنين مع بعض، قلنا الامبرول والفيتامين كاف واي حاجه من الاموكسي او امبسلين او فيلاجوموكس، اي حاجه من الثلاثه دول، دول علاج الكوليستريديا. خلاص كده يبقى اتفقنا، الجرعه لازم تنزل في اليوم العاشر. طيب لو انا اتاخرت شويه وبدا يظهر عندي الاسهالات، برضو هننزلها مجرد ان انا الاقي عندي اسهالات، اي نوع من الاسهالات يا جماعه البنيه. خلاص كده اتفقنا. طيب الجرعه اللي انا قلت عليها دي يا جماعه لازم تنزل في اليوم العاشر وال11 وال12 وال13، بتكون خلصت جرعه الكوكسيديا والكوليستريديا، ودي اساسي في دوره التسمين بتاعه حضرتك. طيب لو انت كنت متاخر شويه وظهرت عندك، مجرد تنزل الجرعه اللي انا قلت عليها لحضراتكم دي، هتلاقوا تحسن سريع جدا في دوره التسمين بتاعتكم، علشان بس ما تقعدوش تجيبوا ادويه. الادويه اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي يا جماعه خلاصه تجارب سنين، محدش هيقول عليها غيري. ليه؟ لان انا قلبي عليكم ومش عاوزاكم تصرفوا مصاريف عاليه يا جماعه على التسمين بتاعكم، وفي النهايه ما بتاخدوش اوزان، لان انتوا بتقعدوا تجربوا حاجه وحاجه وحاجه. فخلي بالكم لازم تكون حافظ كده ادويه وتخليها اساس عندك، وجرب بنفسك وشوف هل هي بتدي صح اللي انا بقوله ولا لا. الكلام اللي انا بقوله ده والله العظيم من قلبي، وخلاص التجارب كتير جدا ووقعات كتير جدا مش عاوزاكم تقعوا فيها ابدا. طيب دي كانت الحلقة النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة شيروها على اوسع النطاق، علشان كتير غيرنا يستفيد من الكلام اللي احنا بنقوله. ودي كانت الحلقة النهاردة، لايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة، واشوفكم تاني بألف صحة وخير.